هو ما صلى النبي خلفه في غزوة تابوك، هو من كان يردد دائما أن كل أهل المدينة شركاء له في ماله. كان من بين السباقين الاعتناقدين الإسلام، لم يتخلف عن أي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. عرف بثرائه الشديد وكرمه وسخائه وعطائه. كان يدعى في الجاهلية عبد عمرو وعبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن عوف، واحد من بين ستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليتم اختيار الخليفة من بينهم. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كثير الصدقات والنفقات على الجهاد في سبيل الله. كان برا بأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم الروح لخالقها وهو مبشر بالجنة.